تجهيز الصاروخ من قبل الفيلق الأول في فرقة صلاح الدين لضرب تل حمد. يوم الجمعة 7/2014 شهر 7. طيب الفيلق الأول فرقة صلاح الدين تقوم باستهداف الدبابة المتمركزة على تل حمد بصاروخته. الله أكبر. الله أكبر. الفيلق الأول فرقة صلاح الدين تقوم باستهداف تل حمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر.